يوتيوب بالمجد للأطفال، اشتركي الآن. ورجعنا لكم تاني، ودلوقتي احنا هنعمل كيكة البرتقال. طبعا احنا عندنا هنا كوبايتين دقيق، كوباية ونص من السكر، بيكنج باودر كوباية ونص سكر، كوباية زيت، عندنا هنا قشر برتقال احنا بشرناه، وحطينا شوية عصير برتقال معاه وبيضتين. ودلوقتي بقى احنا هنبدأ. حطي انت البيكنج باودر مع الدقيق، حطي المكونات السائلة مع بعض، واللي هو الدقيق باودر مع بعض. الدقيق ده حطينا عليه رشة ملح، وحطينا البيكنج باودر وهتقلبيه. نعم، شوفي لو في صح الجلافزات، خذي اهم حاجه طبعا الجلافزات بيحافظوا على ايديهم. كان عايز اقولكوا حاجه، وانتوا بتضربوا الحاجات اللي زي دقيق كده، اللي زي الفرافيت اللي زي الدقيق والباودر كده، اول حاجه تعمليها على رقم واحد، على تخلطيهم مع بعض تعملي رقم اثنين عشان ما يطلعوش كده. صح صح، نصايح مهمه جدا من الاستاذه. حطيت البيكنج باودر، اضربه. حطيت البيكنج باودر واعمليه. دلوقتي حطيت البيكنج باودر على الدقيق. استني كده، يا صباع ضرب فين؟ اهو اساعدك. بالظبط. نقلع الغوايش والخواتم. انا بس على الخاتم عادي، ما حصلش حاجه. بصي افتحيه في الاول كده، خلي الخاتم. ايوه بسرعه، بس بيساعدوا بعض في نفس الجلافزات. بالتعاون جميل جدا يا جماعه. جدا. على فكره انا سمعت ان لما تكوني انت لوحدك وعايز تعملي حاجه بتقعد، ممكن تقعد شهر على ما تعمليها، لكن لو معاكي حد بتقعد ما بيكملش دقيقه عشان تتعمل. فعلا. السكر اول حاجه هنبدا، احط كوبايه ونص سكر. ايوه. هنجيب كوبايه الزيت. ايوه. هنجيب قشر البرتقال اللي حطينا معاه شويه عصير برتقال، عملناه كده. ايوه ايوه، حطينا معاه شويه عصير برتقال. بالظبط كده. وطبعا اهم حاجه كلنا بنعملها، وفيروز دلوقتي بتعملها، اننا ننظم حوالينا ونركز. ايوه بالظبط. وبعد كده دلوقتي هنحاول نكسر البيضتين. هنكسر بيضه وانا بيضه. شاطره يا فيروز. لا فيروز هتقول لك بعمل. انا اول مره اكسر بيض. خالص انا بعرف، بحب، بس ما حطيتش اي قش معايا. شاطره، خلي بالك. شاطره والله يا شطه. طبعا ما انتي بقى بتعملي كل حاجه في البيت، السلطه والبطاطس تقطعيها وكل حاجه، فطبيعي انك تعملي كده. طب روحي الناحيه الثانيه عشان بس الوقت. المضرب بس هنعملها على واحد. بعد كده لما يتقلوا بعض بتدوسي اثنين. خليكي ماسكاها وهي على واحد. اضربه تاني كويس. متعملوش من على الطرف عشان هيطرطش. لو قلتيه من على الطرف كده هيطرطش، خليكي من جوه. أنا متحمسة أكل البتاع ده، هو إيه الكيك بالبرتقال ده؟ اضربه مرة كمان وخلاص. أيوة. لازم نخلطه كويس جدا، خلي بالك. دلوقتي أنا هعمله مرة تانية. أيوة. هعمله مرة تانية بس هعمله كويس جدا. جربتي قبل كده تعملي معايا كيكة شوكولاتة؟ وانا عزلت ماما صاحبتي، كنت بقى يعني والله كانت طعمها. لا قولي كمان برضه، ما جربتش قبل كده ان انا اعمل كيكه لا بشوكولاته ولا برتقال ولا لا. انا قبل كده ماما كانت عندنا خلطه كيكه اللي بالفراوله، معلقه شويه دقيق، فكنت بساعدها. هنا
لا هو انا ما جربتش المضرب كده ولا كده. ماما بشوف ماما بتعمل كيكه الشوكليت وكيكه البرتقال بس انا بصراحه ما جربتهاش. يعني انت ممكن تقفي جنبها بتفرج. اه بتفرج. وممكن تمسكي المضرب لا ممكن احط صوص الشوكليت عليها من فوق. ممكن يا سلام تحط لها البيض. لا وساعات بيبقى في كورنفل والكلام ده بحب يعني ان ازينها من فوق. مامتنا بتعمل حاجات كده وزينها أيوة لكن أيوة. احنا بنبوظ على طول اي حاجه. ارفعي البوله ارفعي البوله ونزلي بقى بالمعلقه بالمعلقه ترفي هنا نساعدوا بعض. ايوه هو المفروض يا روزي يتحط كله. استني استني حبه حبه. ايوه عشان لحد اما الدقيق يا يبص كويس. سقفي انا مستنيه ذوق. انا كان نفسي اشرب كوبايه العصير وهما بقى يعملوا باي حاجه تانيه مش مشكله. بالظبط كويس احنا بنحط شويه شويه وشعرها عامل كده فعشان ما يجيش. طبعا الجلافز اهم حاجه عشان ايدينا وحابين نحط الدقيق شويه بشويه عشان نعرف نقلبه ونحد اما الدقيق يتخلط كويس مع الحاجات. البوله نزليها تحت. البوله نزليها تحت. برضو لازم ننظف مكاننا. ايوه نزلي تحت. ايوه جنب كده يا مريم. بصي في حوالين الطبق الدقيق احنا بننزله عشان حرام حرام نسيبه. نزلي ايوه كده. ايوه نزلي عشان نسيبه. ايوه بس الصراحه شكلين جدا دايما متعودين مع بعض. لا بصراحه عمل يعني انا مستنيه ادوق بعد كده اقول رايي. اديله كام بقى من 10؟ مستنيه تدوق بس. صفر من 10. مالك مستنيه؟ مالك مش مستنيه اي حاجه غير ان انا مش هتكلم عشان ايه اجوع اكتر. انا عايزه اتكلم عشان اجوع اكتر عشان ايه اخلص كده كلها. حطيها على المنديل. روحي برده من تعاون معاهم لهم اعملوا كذا. دلوقتي انا احنا كنا عاملين واحده جاهزه راحت فين اهي. طب هنحطيها كده في المكان. ممكن نشيل الاطباق دي تحت يا مريم معلش. دلوقتي بقى احنا ايه هنحط الخليط اللي احنا عملناه بعد ما ضربناه كويس هنحطه في القالب بتاعنا. اي قالب انتوا حابينه بس احنا حبينا القالب ده مكان. فدلوقتي يلا بينا نحط بقى الخليط. واهم حاجه يكون زي ده تقيل كده ودي ما يكونش فيه الفقاقيع. روزي هي كده الكيكه خلصت اعتقد. ممكن نيجي ناخدها انا امال عشان تلاقي عليك كده. ايه شكلها تقيله يا ملك صح يعني ما ينفعش تشيليها. امسكي كده كده امسكي كده كده. انتوا يعني عملتوا مجهود فمش قادرين. انتوا يعني حرام برضو كتر خيركم ان انتوا عملتوا هنا هدوقهالنا برضو. فانا رايي انا ومريم نيجي ناخدها. لا شكرا. مفيش فايده. ايوه احنا بس ايه عشان مش كل ده. بالظبط كده سامعة. لا بقول هناخد تبقى جميله وطعمها. وبنقول ناخد مناديل ازاي اصل احنا عايزين مناديل صح. اتشيو انا تعبانه. المناديل اجيبها لكم وانا جايه. دلوقتي بقى احنا ايه بعد ما حطينا كده الخليط بتاعنا كويس جدا. ثانيه مريم حطي التاني جوه ده تمام. المعلقه دي برده كده. طبعا الخليط بتاعنا احنا ادينا حطيناه كده بس الاول هنمسح مطرح ما احنا عملنا كده عشان الدنيا تبقى نظيفه حوالينا. وبعمل كده ليه؟ يلا بقى يا فيروز انا يعني لا مش انت جعانه. مش انت جعانه روحي كلي المحشي. ايوه روحي كلي المحشي. ما انا اما انا ممكن اخد لي قطعتين اكل المحشي وبعد كده ابلع بقى بالكيكه. تمام دلوقتي بقى هنحطها في
هنحطها في الفرن على درجة حرارة 180 وهنسيبها ساعة الا ربع. ماشي تمام. بص احنا عندنا زي الستيك اللي هي فاكرين لما كنا بنسيح الشوكولاته كنا بنحط معاها زي ستيك كده، فاحنا بنحطها على اجيب لكم اللي ما عندوش الستيك ده يعني ممكن عشان احنا بنشوف هي استوت ولا لا. فدلوقتي احنا هندخلها هنسويها بعد الهواء بس هنحطها جوه. بعد كده جت الحمد لله. يلا يلا روحي يا ملك. استنوا رايحين فين؟ مستنيني كيك. هاتيها يا مريم. ايوه شاطره. هاتيها هنا بقى. ايوه يا مريم يلا يلا يا مريم. طبعا هي اسرع واسهل كيكه في سهل في العالم كله عشان انا ايه هاتيها في النص بالظبط. حطيها في النص عشان ملك. سمعت كده انتوا عايزين مناديل تمسكوا؟ لا احنا كنا بنهزر بس عشان نيجي ناخدها بسرعه. اي حاجه ندوق عشان احنا عشان ما يوقعش على طعمها. لا يمكن احلى حاجه عملناها في الموسم الاول والموسم الثاني. وحيم بجد حلو قوي قوي قوي. تدوها كام من 10؟ بس برطاني قلع. واو 20 من 20. واو جماعه تسلم ايدينا جلاد. تسلم ايدينا وروزه.